جينا بالفعل جينا لتوديع اخ حميم اللي هو سي عبد الرحمن، فهو بغض النظر عن مشواره الرياضي كمكون كمدرب نخبه كمدرب في الفرق الوطنيه في اعلى مستوى سواء في الفريق الوطني الف او الفرق العسكريه، فهو كان قمه في الاخلاق في التواضع. نطلبوا له ان شاء الله ربي يرزقه الجنه، ونطلبوا لاهله الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجع.